انا عايزه اقول لك ان بكار لحد هذه الاجيال الاولاد بيحبوه جدا. انت عملته 12 موسم ورا بعض، 12 سنه تقريبا. احنا عملنا 9 سنين وبعدين عملنا سنتين بعد كده. 9 سنين وبعدين سنتين. ايه سر نجاح بكار في رايك يا عم؟ والله كان مجموعه من الاسباب، ان هو مصري، ان هو من البيئه العربيه والمصريه، بيناقش او مش بيطرح قضايا او موضوعات موجوده في حياه الطفل اللي بيتفرج وموجوده في حياه الناس اللي بتتفرج. يعني راكب ميكروباص، راح مش عارف مدرسته، راح ماشي في وسط المعابد اللي احنا عارفين شكلها، فده عمل نوع من الالفه بينه وبين الناس، وكان من الاسباب المهمه لنجاحه، بالاضافه طبعا لكل العناصر الفنيه الاخرى وتضافر المجهودات اكثر من 60 فنان او 65 فنان، والدكتوره منى بن نصر الله يرحمها كانت بتقود هذا الفريق يعني. فكل ده ادى الحمد لله للنجاح، وطبعا سبقته تجارب وسبقته يعني وسبقه دعم كبير جدا من الدوله مش موجود دلوقتي.